مستاهلة الكوتش ديالنا كوتش اللقاء. مرحبا بك. شكرا جزيلا جيهان مينا، ترحب بك جنة. إذا نحن معاك والحياة السليمة والحياة المبتسمة والحياة الخفيفة على قلبنا. كنسمعوا ناس في حياتنا وكندوزوا على ناس في حياتنا ما مرخفينهاش على راسهم، مزيرينها بزاف، ويا ما ناس ربما يعني راه القضاء والقدر داخل وربي راه مكتب لك ساعتك، ويا ما ناس يعني جاتهم دي كريز كاردياك، يا ما ناس يعني جاتهم جلطات دماغيه، يا ما ناس طاحوا تشلوا بسبب صدمات او فقسه اللي هي كبيره، يا ما ناس خذوا سكري مزمن بسبب فقسه ولا هم ولا مشكل، يعني ما مرخفينهاش على راسنا استاذ محمد هلالي. صح، ننطلق في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شكرا جزيلا لك جهان مينا، شكرا للمستمعين والمستمعات الكريمات، شكرا لجنود الخفاء. ننطلق في هذه الحصة الذي اتمنى من الله تعالى ان تنال اعجاب المستمعين وان نوفق ونغنيو المعلومات ديالهم ونستفدوا منهم كما جرت العادة. تذكرنا او ذكرنا في هذا او كانت تداخلنا في هذا الاسبوع على الحياه السليمه والطرق والاليات باش نعيشوها. بدينا الحصه الاولى شفنا كيفاش ريبو معتقد ونطلعوا واحد اخر، الحصه الثانيه البارح، الحصه ديال امس اننا كيفاش يكون عندنا شي تقنيات نستغلوهم او نخدموا بهم باش اننا تكون عندنا واحد الحياه سليمه. البارح شفنا معرفه المحيط اللي داير بك، خصني نعرفه باش نعرف كيفاش نتحرك معاه، كيفاش نتعامل معاه، كيفاش نضبط معاه، باش ما نكونش المجتمع غادي اقصى اليسار وانا غادي اقصى اليمين. جات واحد المكالمه هاتفيه اللي كنا ختمنا بها. والله الهاير مازال مدونها ديال السيده رقيه. نعم. اللي من مدينه سيدي سليمان. نعم. بنيت كجواب على السيده رقيه المتزوجه لمده 10 سنوات وما ولداتش ومعصبه. هذا ما ولداتش ومعصبه، اقول لها زعما باش تعيش واحد الحياه اليز بعدا مع الزوج ديالك، وهي قالت واحد الكلمه قالت لك انا ناعم دائما كنحاول نسعى يوميا نكون زعما اليز، لكن سبحان الله كتنعس كتفيق كأن شيئا لم يكن. نعم. نقول لها زعما مع من عندك مشكل مع الزوج؟ راه مستحيل. كيقول لك مثل اذا عرفت الداء عرفت نصف الدواء. نعم. مثلا انا خسر لي بولا نعيط فين درت النجار؟ لا بلومبي. اوهو على من؟ تريسيان. انتهى الكلام. علاش؟ وعرفت شنو خاسر. نعم. يعني الغيسال لي بعدا غنعيط لتريسيان، يعني غنعيط للنص ديال الحل. خسر لي كرسي ديال الخشب اوتوماتيكمون نجار. خسر لي باب ديال الحديد الحدار الحداد للسدور الى غير ذلك. عرفت فين غنمشي نصلح؟ نعم انا عارف اللي عندي المشكل، عندي المشكل مع الزوج. راه والله شي واحد لا تحل مع المشكل من غير الزوج. اجا ولد الناس لربما خصنا اعاده ترتيب الاوراق، هذه تسمى المرونه. تلوحينا براسك صيغه كي دايره. واش اي واحد تقولي اجا وجلس وجب ترتيب الاوراق؟ ما سهلاش واحد الجمله تعطيها لي وثقافته يمكن حتى يعني تفكير وادراكه للاشياء وللامور كتكون نوعا ما يعني بسيطه جدا. تنتي ادراكك واقعي زعما قلتي شوف هادشي كتقول فيه ربما. نعم ليس بسر، انا هنا اعطي النظري. وبالمناسبه ليس كلامي كله قد يكون صائبا 100%، الكلام الصائب هو كلام الله يعني نقطة رجع صدر. لكن هنا أنا هنا تعلمت علما فأوزعه كنبارطاجيه مع الناس، كنشاركه مع الناس. جربته أنا شخصيا عطى مفعول، عطى مفعول بواحد الدرجة اللي هي كبيرة. من المستحيل تلقى شي مدرب ما داش واحد المرحلة بحال الرجا. علاش ولا هو مدرب كيقول لك يدرب الناس؟ والله لا تا هو داز من ديك المرحلة. نعم. ودار واحد التقنيات واحد الآليات واعتمد واحد المنهج جديد وطريقة جديدة أتت أكلها. كيقول خصني نوزعها، خصنا نبارطاجو. هذا زعما باش الناس يعرفوها. نعم انا هنا اعطي النظري، رجع البارح طب انا هنا كنعطي شنو؟ اذا المعلومه والمعلومه هي نظريه، لكن الطب ديالها شنو قلنا البارح؟ علم المعلومه، تفاعل مع المعلومه، وتطبيق المعلومه. انا هنا كنعطي النظري اسهل على الناس. عاود مثلا ما طاحش لواحد فكره، انا كنبه وكنشير لواحد فكره، الى ما شدها وطبقها باذن الله تيجي بربي التيسير. ما غير ما يكونش 100% ولكن شويه تحل نوعا ما، يعني تحل نوعا ما. اللهم كما يقول المثل المغربي اللهم لا مش ولا العمى بعدا. وما كاين واحد التطور ايجابي للامام. كما قلت لك باش نختموا بالسيده رقيه، واخا انا هذه الجمله يعني بغيت نوقف عليها. مرحبا. ما انت كتفهمي ما كتعجبنيش. اللهم لا مش ولا العمى.
زعما كنقولوا ما كتعجبنيش حيت كنقيس واحد الفئه معينه وواحد الخصوصيه معينه ديال واحد الناس اللي ما كيشوفوش وما كيشوفوا بالبصيره بصيره القلب بصيره الروح وبصيره الاحساس ويمكن يكونوا ما اقوى منا في مجموعه من الاشياء بطبيعه الحال حتى الله قال لك ان لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ماشي البصر شحال معتبر كنا كيشوف تلا شنو قال في القران واعتبروا يا اولي الالباب اي اولي العقول انا ما ذكرش اللي كيشوف اللي ما كيشوفش لكن في الايه الثانيه خصص واحد الناس واعتبروا يا اولي الابصار في الاول اولي الالباب اي اولي العقول واش بقول لك نعم الادراك شوف شطره مثل محمد امين خذ الهبره ما ديرش بحاله حيت راه غدير بحاله وتخرج بنفس النتيجه شوف ترى الاقوام من السابقين هاد الشركه مشات فواحد الطريق وانت تبارك الله عندك شركه شوف الطريق اللي غادي فيها او اللي مشات فيها راه خرج في الفندق عندك مشات في نفس الطريق الى غير ذلك في الايه الثانيه قالوا اعتبروا الابصار غير شوف شوف خذ غير العبره راه النمله غيرت مسار جيش سيدنا سليمان بالجيش العتيد ديالو انسو هو جنو هو حيوانهم اعزك الله النمله غيرت مسار ديال الجيش يعني يضع سره في اضعف خلقه لا اله الا الله لكن هنا هذا اللهم لا عمش ولا العمى ما كنقيسوش واحد الفئه انما نقولوا هذا تعبير مجازي اللهم لكن ندردش يعني نجبر الخواطر لا بصح بصح صدقتي ولكن الله يجازي الناس على نياتهم نحن بطبيعه الحال قصدنا ليس ذوك الناس بالعكس كما قلت لك الناس اذا ما اخذ الله بصرهم فغايه عند الله علاش الغايه نعم لكن صلح اشياء اخرى نعم مثل قلوبهم كما قلتي كما قلت لك تريح هي والزوج ديالها اطابل ويديروا اعاده ترتيب الاوراق نجلسوا ونهضروا ونتفاهموا وهذا هو الاصل في الشيء او هو المقصد في الشيء نعم انا ما قادينش دابا شنو ما قادش غنحطوا يدنا على الاصبع ديالنا او نحطوا الاصبع ديالنا على الجرح مزيان هذه ما مقاداش هذه ما مقاداش هذه مقاده الحمد لله خليها مقاده خليها هذه نص نص المهم نخليوها ترجعوا لها نشوفوا داك الشيء العويص ونحطوا ما كاينش وليدات اجي نقادوا نصايبوا وكنقول للاستاذ او السيده رقيه باذن الله تعالى لو اتخذتي هذه الخطوه باذن الله تعالى التيسير غيجي من عند الله خاصها تريح راسها لانه حتى يعني الاطباء يعني كينصحوا بالجانب النفسي اكثر انه خاصو يرتاح المريض ثبت علميا انه الدواء ما كيشكلش واحد الجزء كبير من الدواء او عفوا من التشافي او العلاج نلقاو الجانب الكبير هو الجانب النفسي نعم علاش السيد حتى الله قال لك زعما بمعنى فيما معنى الحديث ان اذا اردت ان تزور الله فزور المريض فان الله يكون عند المريض تصور الله كيكون عند المريض لذلك عرف ان المريض واحد النسبه ديال يقولون اكثر من 60% كتعاونوا غير الجانب المعنوي النفسي كيكون مريض كيضروا به الاهل الاحباب اصدقاء الجيران مناعه يعني مناعه ولا كتقوى كيقول يا انا مهم نعم. شو غير مرات شو شحال من واحد جا عندي انا عزيز نعم. ومهم نعم. وراني في قلوبهم يعني كيحاول كيقول يا رب تشافيني غير باش نرجع الاهل ديالي الاحباب الا غير ذلك كما قلتي مهم هذا هو نصيحتنا للسيده رقيه عاوتاني اليوم جايب لك واحد شي تقنية هادي زوينة هاديك جايب ليك مهمة بزاف يعني خاصني يكونوا وديناتي محلولين ودماغي انت على طول وديناتو والدماغ محلول وحتى يعني اذا ما اعتمدناها زوينه سهله خفيفه ظريفه والله مفعولها كبير وهذه لا تحتاج الى جهد بل هو كتحتاج الى اللي هضرنا عليها في الاول واحد القناعه وهي التفاؤل الله قال تفاءلوا خير عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا خيرا تجدوه الله قال انا عند ظن العبد بي فليظن عبدي بي ما شاء خير تفاءل خير ضمن خير انت غادي وقول انا ربي غيسر لي الامور هاد بنت الناس غادي نجول ربي غيطرح فيها البركه نعم. هاد البروجي غندخل ليه ربي غيجي في تيسير هاد الخدمه عيطوا ليا ان شاء الله الله غلقى الضاله ديالي فيها واحد راه تصور عيطوا لي خدمه وترحتي ما لقاش وحدي ما مزيانينش هذاك المدير يكون واعر واش مشيتي واش شفتي واحد باغي يتزوج واحد من الناس العيرات راه واعر راه خصك تزير معاهم النهار الاول يموت المش وديما كتشد السلبيه حطها الاولى لا حتى ما تقول هذه اللي غتعاوني على الدين ديالي هذه على دنياي هذه تعاوني على الوليدات دائما نتفائل خيرا والله لا نجد في الاشخاص في الاشياء في العلاقات كلها العلاقه بدءا مع الله مع المجتمع مع الدوله مع ذاتك مع اولياء الامور مع الوالدين مع كل شيء وانا اعطيك واحد القصه على التفاؤل تفضل البارح نتجودناه الحجاج بن يوسف الثقافي الحجاج بن يوسف الثقافي قاسي القلب
يقولون أن الداخل إلى سجنه مفقود والخارج منه مولود. قلت لك البارح القولة لو وزعت قسوة قلبه على العالم لكفتهم. يقولون ذات مرة الحاج بن يوسف الثقافي أمر بإعدام 3. الحاج إذا ما لفظ بالإعدام زمر لن يتراجع. حكم صافي. جا داك السيد اللي بحال اللي كيلقنهم الشهادة وكيقول لهم شنو بغيتوا في آخر حاجة. جا عند الأول قال لي شنو بغيتي؟ قال لي بغيت نشوف والديا آخر طالب عندي. قال له جيبوا والديه شافهم. الثاني شنو بغيتي؟ قال له بغيت نشوف الوليدات ديالي والزوجة. هاتوا له بزوجته وأبنائه جابوه. الثالث قال لي شنو بغيتي؟ قال لهم أريد رأس خروف مشوي. أها. ورغيفا محمص أو كيقولوا محمر واحد راه قائع الخبز. وحساء ساخنا. الله يعود. كما كيقول المثل المغربي اللي مات على شبع الله لا يردوا. هذا الشيء المثل جا من هذا الموقف هذا على ما اظن. عرفتي فهذاك السيد اللي كيلقى لهم الشهاده وكيقول لهم شنو بغيتوا استغرب. قال لي هل لديك اباء؟ قال لي نعم. هل لديك زوجة واولاد؟ قال لي نعم. الله يعود. قال لي علاش ما طلبتيش بحال الاصدقاء الاخر طلب والدي يشوفهم واحد. قال لي طلبتي راس الخروف والخبز والحساء الساخين زعما تم الله يهدي نمشيو بعدا ومشي بحنين يمشي مقاعد شويه باش باش والله لا باش غادي يشرح ليه بقى كيشوف ويلقى واحد القشه لتحت القشه حنا نقولوا ليه التبن هزه قال لي ما هذه؟ قال لي هذه هي قشه. قال لي الى خيتم من يدي وهبطات. قال لي شحال ديال الوقت استغرق باش انها توصل الارض؟ بضع ثواني ثواني تكون تحت الارض. قال لي والله ان لله في هذه الثواني 100,000 حل وحل. ما جا فينا كملها فنادى منادي لقد توفي الحجاج لقد توفي الحجاج فاعفى او فعفوا عنهم. انها تم اصدار الحكم باسم من؟ اسم الحجاج. ما تحجاج وفي عنهم مش شبعان. تفائل اسيدي شوف وعاد شاف والدي وعاد شاف وشافهم كلهم ومشى شبعان ديك النهار بعدا عفا من الدار من العشاء الوليمه الاستقبال تفائل خير ياك عا كاين سلطان في ملكه نعم وانا غير عبد ضعيف داخل منظومته السلطانيه زعما حتى واحد ما كيخرج على السلطان وملكه نعم مالي الاعدام مرحبا وما مشى شبعان قال لي إذا طلقتها وطيح الارتحان قال لي ثواني معدوده قال لي والله ان لله فيها الثواني 100,000 حل وحل وبالمناسبه ثبت علميا ان لكل مشكل 99 حل هكا سيدي 98 عطيني انا غير واحد 99 اري واحد خذ 98 انا قانع حنا الناس سبحان الله كاين اللي كيطرى له مشكل في حياته كيمشي يبحث في المشكل واصل المشكل وعلاج المشكل وكيخرج مشاكل من المشكله والله لك كيفرع المشكل وكاين اللي كيمشي يجريني شنو نقلب على حل المشكل وهذا هو الخلف او عوف هو الاختلاف بين اللي عنده واحد الفكر تفاؤلي نظره ايجابيه اللي عنده ان الحياه نعم طيح وعاود نوض اللي عنده واحد النظره الشامله كيقول لك بخير الحياه غاديه عادي انا متعرض للمشاكل يعني هل هي يعني بمعنى انها تسلم امورك للاقدار هذه لا شك فيها وهنا ما دام قلتي الاقدار والله الا قلتي واحد اللي سميتو غنحيلك عليها خصنا نامنوا ايمانا راسخا كل شيء في امام مبين وكل حاجه مسطره الله قال لك وكل شيء خلقناه بقدر راه علماء الدين والفقه راه ما عندهمش حاجه سميتها كلمه الصدفه ورجعي للدين والسنه والقران واللي بغيتي اتحداك جبدي كلمه الصدفه كاين الصدفه كاين اقدار إيه صدفه عتي راك في واحد البلاصه مقطعه ما كاينش ترونسبور صدفه انت تلاقيت شي طوموبيل تهزاتني ولا راه ماشي صدفه ربي جاب لك جهه نساقها لك مقدره وكل شيء وكلمه الشيء في اللغه العربيه جاو شو هو اكثر مصطلح شامل اكثر مصطلح شامل شيء كيدخل فيه الانسان جماد الحيوان عزك الله البحار والاشجار والطيور والان شيء قال كل شيء خلقناه وبقدر داك الشيء مقدر ماشي زعما صدفه عرفتي صدفه يا اختي تلاقي الجيهان عرفتي حنا كنقولوا بحال درهم الحلال لا بحال 4000 ديال الحلال مش عارف يلا ربي اللي تبارك ديك الطلب ديال الحلال ديك الاقدار شد تقول نعم خذ بالاسباب لان الله يحب ان ياخذ عبده بسببه خذ بالاسباب كما قلت لك لها قلتي نهدم قناعة ونطلع قناعة باش كنقلت الوليدات راه ما كاين سميتها شي حاجه باك صاحبي الى غير ذلك ريبت لهم ديك القناعه باش نطلع لهم قناعه جديده ديال العمل والله هو اللي كيرزق الى غير ذلك لكن الله يرزقه بحسب الاسباب جهه نهضت مع 7 الصباح مشات تخدم محمد امين نهض 12 مشى يخدم بجوجنا غنترزقوا ولا لا؟ بجوجنا غن الله يعطيك الصحه غنترزقوا
لكن واش رزق الله تاخذوا جهنم ولا ياخذوا حمد امين؟ على حسب قدر. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم غير ان ماشي دخل اكثر من مسبح. ولكن بمنطق او بمفهوم المنطق وحده نات مع السبعة الصباح ماشي ماشي واحد من 12 شبعان ناس جوع على جوع على الخير ولامتي في بكرتها الخير ديال امه الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت في البكره نوض بكري. خلاص القول انا بغيت نبين لك الاسباب مادام قلتي القدر نفتح واحد القوس وندوز. ساحيلك هنا على واحد الحديث قدسي باش تعرفي كل شيء مقدر، يعني ديرها في يد الله، خذ الاسباب وسير. ذات مره الله سال ملك الموت، قال له يا ملك الموت انا الذي كلفتك بقبض ارواح العباد. قال لي نعم يا ربي. قال لي هل هناك من حالات استوقفوك؟ كاين شي حالات زعما وقفتي عندهم؟ قال لي نعم يا ربي. هاتي ما عندك. قال لي هناك حالتان، حاله بكيت لها وحاله استحييت منها. بالمناسبة الله يعلم ما في خلد ملك الموت وما في مفكرات ملك الموت وما في عقل ملك الموت ويعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون. هنا غير سولو من باب نقل المعلومة لنا. هاتي ما عندك. الحالة الأولى قال لي الذي بكيت لها. قال لي ذات مرة يا ربي أرسلت لنا قبضي روح من أرواح عبادك فوجدتها امرأة في مخاضها تضع مولودها في الولادة ديالها في مخاضها تضع المولود. الغريب لقيتها في واحد الصحراء قاحلة تسنيت توضع المولود ديالها. حيت انت امرتيني عبد المراه ما امرتنيش مراه ولود. نعم. داكشي عنده دقائق. نعم. هنا باش تبدل الايه ديال ونخرج عنده مفصل ما كاينش لا ما خصوش. هنا باش يتبدل الايه ديال ونخرج الحيه. نعم. من الميت. نعم. هذاك راه مازال حي ولكن تحكم عليها بالموت. قال لي فقبضت روحها وهي تبد عفوا اول دات مولودها فقبضت روحها. قال لي ما الذي ابكاك؟ قال لي ابكاني الرضيع الذي بقي وحده في الخلاء لا من يحنه ولا يرحم امراه. يلاه ولدات واحد البيبي صغيور وفي الخلاء في الخلاء القيفار. تصور ملك الموت يبكي. نعم. ملك الموت ما كيعرفش حاجه كيعرف يدخل تمشي. نعم. مزيان. هاتي الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اللي استحييتي منها. أو عجبوا الملك الموت يستحيي. نعم. اكيد يدخل تزيد. قال لي يا ربي ذات مره ارسلتني لقبض روح من ارواح عبادك فوجدته عبدا عالما عابدا ناسكا متعبدا قاضيا يحكم بما انزلت بشرعك وعزتك وجلك واستحييت نقبض روح السيد ملك فوق الارض. ماذا ستكون اجابه الله؟ قال لي يا ملك الموت إن الولد الذي بكيت عليه في الصغار هو الرجل الذي استحييت منه في الكبار. قاعد الدر اللي بكيتي عليه أيه إن شاء الله هو اللي استحييتي منه. شكون رباه أنا شكون قرأ أنا شكون صبطه خلقه أدبه قرأ وصله كون هاني شوف قدر هذا المرة الجاية شنو بغي يصيفط لي وصيفط لنا تحنا هيك رسالة. نعم. كون هاني واش أنا وسط كرشمه رحمته ويسرت لي امره ومن يخرج للدنيا اللي ما عنده تراحيم انساه كما يقول المصريين ده كلام. نعم. ده برضو كلام. نعم. لا كون هاني نمط ما الا البال ياك على الاقدار اللي مقدر ليه. قلت نهار بكيتي عليه دار الدور حشمتي منه. نعم. ياك الكبر لا بواه بأخلاق وبمنصب باش ما بغيتي كل شيء. لذلك مش فتحت معك القوس حيت قلتي واحد الكلمه الاقدار لكن وجب الاخذ بالسبب رايه وتا الاسباب ما كيدخلش فيهم الدين والايمان. نعطيك مثلا مثال شكون كيدخل فيهم العمل باش وانا نعطيك واحد نعطيك واحد ان كاين واحد القوانين الكونيه شدهم الله ونصرهم في الكون راه ماشي انا غير مؤمن وانت مؤمنه لكن انا كنخدم 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 اليابان راه في الدستور ديالهم ما عندهم حتى ديانه لكن شوف تبارك الله دوله متقدمه كتخدم سهل الكلام مثلا شدينا واحد لا يؤمن بالله واش دينا واحد مؤمن الذي لا يؤمن بالله تعلم او متعلم لتقنيه السباحه. نعم. المؤمن لا يعرف السباحه. نعم. ما تعلمش ذيك التقنيه. نعم. شو دينا موجود في عنوان البحر شكون في نظرك كيغرق شكون غيبقى اللي غيغرق هو المؤمن هذه ما فيهاش يصوفي في راسه هو غير المؤمن اذا هذه ما فيهاش نعم راه قدره الله ما فيهاش الايمان قدره الله ربي كلمه انما نعم. اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. سيدنا موسى ضعيف حطتهم في التابوت ما غرقوش البحر لكن فرعون في قمة عنفوانه وجبروته وجيشه تطبق عليه البحر. نعم. النار نورمالمون كتحرق ولا لا؟ كتحرق. وعلاش ما حرقت سيدنا ابراهيم؟ يا نار كوني باردا وسلاما على ابراهيم. نعم. قدرة الله بوحدها لكن اذا ما اخدم منطق الدنيا ومنطق نعم. الاسباب نعم. هذا كيعرف يعوم غير مؤمن وكيعرف يعوم هذا فيها هذا مؤمن لكم كيعرفش يعوم ما عندي ما ندير لكم يعني ناخذ امر القدر مع الاخذ او الايمان بالقدر مع الاخذ بالاسباب وناخذ مكالمه مرحبا يا مريم من مراكش صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا
تحية لك اختي جيهان. مرحبا. شكرا لالا مريم. عزيزة جيتي عندنا المراك نديروك الطنجيه ونديوك نديوك المنارة والوريكة وسي فاطمة وكل شيء عزيز. راه وجهك عندنا عزيز يا عزيز. الله يحفظك. صوتي اللي عندكم عزيز واقيلا الوجه اللي بعيد شوية ياك لالا مريم. لا يا عزيز مرحبا. ديك نتعرضوا لك والحليب والتمر. الله يحفظك لالا مريم. شكرا على هذه المحبه لالا مريم. الله يحفظك. دير الدكتور رباش عليك. الله يحفظك لالا. مرحبا. انت اجي نجيبوك. شكرا. انت اجي. المهم انا غندوز وجه جيهان. كيداير؟ مرحبا. لاباس عليك. الله يحفظك لالا. شكرا جزيلا. انا عندي 22 عام. مرحبا. وهو اللي ما تيولدش ماشي انا. نعم لالا مريم. هو اللي ما تيولدش. اييه. عاقر انا تنولد دابا مخبي هو على دارهم هو اللي ما تيولدش. ودارهم تيحشو فيا الهضره صباح وعشيه. نعم. ومن تيجي تتعمرو اختو عليا تيضربني. انا وليت واحد الحاله هستيريه معاه. نعم. مع الصغار وليت فيا سخانه ما قدرش نمشي لدارنا ونقولها لهم نقول لهم غير شنو غير شنو غير شنو. وعندها تيكونها زرقاء قلت لها نفرقع رمانه ونقول لها انت اللي ما تتولدش. نعم. تقول لي كيف لي عاطف ما تقوليهاش. نعم. لان انا باغا نولد وهو عاقر. ما عرفت شنو ندير وليت تحكي الحمقى تنضرب في الزنقه عند من قريب اللي هو امه تتقول لي خرجي عليا برا لحكي حوايجي البارح في الزنقه ما عندي ما ندير بك كنجيب لها لك اللي تولد لي من خطه. ما عرفت شنو ندير انا دابا. نعم. عقلي داير. نعم. ومشيت بغيت ندعيه. نعم. خويا شدي قال لي ما ديريهاش. خويا عاودتي حقي قال لي ما ديريهاش ديري السيد قالت ما تقوليش لهم تي وما تيقولش صبري. قلت له السيد دابا تجيب ليه مراه. قال لي خليني نشوف السيد كاش تولدي ولا لا. انا دابا لاح لي حوايج البارح راه جالسه غضبانه عند خويا ومرتو ما قدرتش نمشي عند امي وبا نقول لهم. جالسه جا عندي الصباح قال لي عافاك رجعي فطاك اما نرجع. عندك جوج حول ولدي يا شنو يا اما تقول امك الحقيقه يا اما تتلاقى في المحكمه ويزي الناس. بصح لاله مريم. وراه كيقول لك راه كيقول لك واحد المثل تبع الكذاب حتى لباب الدار ياك لاله مريم. بغيت نسول الدكتور واحد السؤال طلبتني اختي عليه الله يجازيه بخير. مرحبا. انا اختي مجوجه وما كيها الراجل سمعتيني. عندها معاه ثلاثة الوليدات. أيوه. ولا حق الله. ودابا بغات تمشي تعيد عند عقوسة في إفران. واش تخرج حق الله ولا تجلس؟ هذا السؤال ان شاء الله غنحلو الاستاذ الحسن بن ابراهيم السكن في الغد يكون معنا في الساعه الثالثه وان شاء الله. وتحيه لديك البنت اللي ما فيها الراجل مسكينه وتنعزيوها راه ما سهلش ليها. لا اله الا الله. هي حالات لالا مريم. هي حالات لالا مريم. هي تبدا تعاود وخويا تيبكي قال لي مسكينه قال لي باقا صغيره وما فيها الراجل قال لي وعندها وحامله وعندها بنيته. كاينين حالات لالا مريم دائما السلاح ديالهم هو الصبر والايمان والسلاح ديالهم هو الصدق في الحياة. أستاذ محمد أمين هلالي ملي كتكون صادق في حياتك في أقوالك في أفعالك ملي كتكون مصفي مع راساتك ومع سيدي ربي كاع اللي دازت عليك ودازت على الراس كتكون خفيفة ظريفة وبتفاؤل تتعامل مع الأشياء ومع المواقف. حتى أن الثعلب. نعم. سألوه قال له ودي سي الثعلب أنت علاش مطور؟ نعم. قال لهم اللي دازت على راسي كتبقى عاقل عليها. نعم. يعني هذا غير من باب اللي داس على الراس كتبقى عاقل عليها. بالنسبة للسيدة مريم. مريم راه انت جاوبتيها الصبر. يقول لك سلاحك الصبر. اذا ما كانش ان الامور جيد 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 جيد, جيد معقدة وراجلك الى غير ذلك. اظن ان زعما لربما تشوف الامور عند المحكمة كان احسن. طيب. كما قلتي كل واحد يصدق مع راسه كان احسن. مريم من طنجة صباح الخير لالا. اهلا وسهلا مرحبا. اذا قطعت مريم من طنجة سي محمد امين هلالي. اعطينا اللب ديال الاسبوع. اعطيني الجوهر. اعطيني العمق ديال جوج الحوايج زوينين. علاش لا اليوم نبداو بهم؟ وعلاش راه التغيير ممكن يجي في اي لحظة استاذ محمد امين هلالي؟ كالخلاصة شنا أن الحياة هي ليست للضعفاء. نعم. والله إن الحياة تأخذ الأقوياء ليس. نعم. الأقوياء بمعنى الصحة والمال. نعم. هنا أتكلم عن أقوياء الهمة وأقوياء النفس. نعم. والله الدنيا لم تخلق للضعفاء. الدنيا لا يحوزها إلا الأقوياء. نعم. مادام بغيتي تعيش قوي فالدنيا قوي. أقول قوي النفس والهمة. نعم. والعزيمة. نعم. إما المال
المال والبن داك الشيء داك الشيء تيسر من الله وغادي تعمل اذا بغيتي غتعمل ليه. وجب عليك انك تبدل القناعه ديالك وتعرف راسك مزيان كما قلتي دابا نكونوا صادقين مع انفسنا والله واحد ما يطفروا نعم اذا ما كانش صادق مع نفسه. انا صادق مع نفسي نعم انا في واحد الحاجه زوينه عندي كذا 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 زوينين لكن عندي كذا 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 خايبين وهادو هما اللي متعسين لي الحياه ديالي هادو خلوني ندير ونجي مع مرتي مع ولادي الى غير ذلك غنستمر في هذه الحياه اذا انا غنكون بين قوسين غبي وانا عايش حياه وحده لذلك الله يعطيك الصحه كنجلس مع نفسي واذا ما جلدت نفسي اجلدها برفع نعم عندي هذه خايبه ملي كناخذ معطيات الكامله على نفسي كانت انا جمعت كاع المعطيات الاولى ديال نفسي انتقل المعطيات الثانيه المحيط ديالي هضرنا عليها المحيط ديال والدي ديال بحال هكذا مرتي ديال بحال هكذا وليداتي الموظف اللي معايا طاطاطات خديت كاع المعطيات في هذه الحاله كنكون عندي تبارك الله واحد المعطيات كبيره مادام عندي معطيات صحيحه واللي هضرنا عليها اظن البارح كنقدر نتخذ الخطوات الصحيحه ونصدر القرارات الصحيحه باش نجيب النتائج الصحيحه. في هذيك الحاله كنعاود ندير ترتيب الاوراق كنت مثلا كندخل مع الطلاق غنبدا ندخل بكري كنت ديما متشائم غنولي نتفائل كنت كنولي ندير اعاده ترتيب الحياه واي واحد مشى في هذا الطريق اقول له الايام بيننا شوف واش الامور غتبدل ولا ما غتبدلش اقول لهم تفائلوا خيرا تجدوا الله عند ظن العبد به لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او يحب لاخيه ما يحب لنفسه نشروا الحب نشروا الود نشروا التفاؤل والله واحد لا يقدر يأذيك بشي حاجه الا شي حاجه مكتبها لك الله وانت واحد ما يقدر ينفعك بشي حاجه الا شي حاجه مكتبها لك الله. عيشوا الحياه السعيده قد ما لقيتوا نعم ما نعيشوهاش 100% لكن لا يمنع اننا ديما نسعى ليها وديما نسعى انني نطور الحياه ديالي نهار على نهار. الا طلعت الشمس وما تعلمتيش حرف شنو فائده ذاك النهار؟ شي حرف اللي غينفعك شي فائده اللي غتنفعك شي معلومه اللي غتنفعك شي استراتيجيه شي خطه شي اي حاجه اللي حاجه اللي غتنفعني وغتخلي ان الحياه كنقول غتنفعني معنى الايجابي اللي غتخلي الحياه ديالي تطور وتزيد الى الامام لانني تبعاني مسؤوليات تجاه الله تجاه الوطن تجاه الوليدات تجاه الزوجه تجاه بزاف الحوايج. فهاد الحاله تعبيه اي انسان دار هادشي والله ما غيدوز انسان عادي غيكون انسان ذو بصمه وغيكون انسان سيخلده التاريخ قدر ما يخلدوش التاريخ الكبير تاريخ امه غادي يدخل لونتوراج اللي كان فيه. أتمنى أن يكون المستفيد أو المستمعين قد استفادوا من هذه أو من هذا الأسبوع على ربي أنت مفيد أقول لك شكرا جزيلا جهان مينا شكرا للجنود الخفاء أتمنى أن يكون الجمع قد استفاد من هذه المداخلة. هذه تحيتي لكم أتمنى أن تكونوا بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا الله يحفظك. Yeah, I'm gonna get it. My dish and my dish.